الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الخير على كل الاهلاويه في مصر والوطن العربي الكبير. هنا من الملعب الوطني في قلب العاصمه البتسوانيه جبروني، واستعدادات المباراه المرتقبه بين تاونشيب والاهلي في اطار مباريات الجوله الرابعه من مباريات المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا. نحن اليوم في رساله اليوم ليله المباراه او اليوم قبل الاخير لهذه المباراه الهامه، وبالتالي عندنا تفاصيل كثيره، اخبار كثيره، لقاءات هامه، والمؤتمر الصحفي للمدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي باتريس كارتيرون، وايضا المدير الفني الصربي نيكولا كافوزوفيتش المدير الفني لفريق تاونشيب البتسواني. كل هذه الاخبار وهذا المؤتمر الصحفي لكلا المدربين بالتاكيد هيتحدث عن اهميه هذه المباراه واستعداد كل فريق لهذه المباراه الهامه. ايضا اليوم شهد الاجتماع الفني الذي اقيم في الصباح في مقر الاتحاد الكره ببتسوانا، وحضره الكابتن سمير عدلي والكابتن محمد يوسف. عموما تفاصيل كثير عن استعدادات فريق النادي الاهلي هنا واحنا نتحدث في ملعب المباراه، والذي سيستضيف المباراة غدا بإذن الله في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت بتسوانا هنا في العاصمة جبروني. أيضا صباح هذا اليوم غادر ميدو جابر لاعب النادي الأهلي بعد أن علم بالأمس بوفاة والده، وبالتالي يعني سافر في صباح اليوم إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وترانزيت، ثم سيقطع مسافة أخرى إلى أديس أبابا وترانزيت قبل الوصول إلى القاهرة في مساء اليوم الجمعة، يعني لحضور جنازة والده والمشاركة في العزاء. وبالطبع أسرة النادي الأهلي وبعثة فريق النادي الأهلي توجهت بالتعزية لميدو جابر لاعب النادي الأهلي في وفاة والده، وبالطبع هذا الخبر يعني أصاب الجميع بالحزن، وكان هناك حالة داخل بعثة فريق النادي الأهلي. عموما تفاصيل كثيرة متابعة حية هنا من بتسوانا مع بعثة فريق النادي الأهلي لحظة بلحظة، تابعونا وهذه التغطية الخاصة.